برحب بحضراتكم من هنا من المنام عاصمة مملكة البحرين، حيث انعقاد القمة العربية 33 على مستوى القادة وزعماء العرب. ملفات ملحة وقضايا هامة للغاية معروضة على طاولة الزعماء والقادة العرب، نقرأها ونقود فيها في غمارها مع الأستاذ أو الدكتور عيسى العمري، المحلل السياسي الكويتي والكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الخارجي. أهلا بحضرتك. يا هلا فيك سام. بالتأكيد قضايا ملحة مطروحة على طاولة القادة والرؤساء العرب. كيف ترى هذه القضايا وأولوياتها فيما يتعلق بالنسبة للظرف الرانج بالتأكيد الظرف الفلسطيني؟ مع الاستضافة والشرف لي أن أكون ضيف، والشكر موصولكم على قناة لما لها من طرح معتدل ومصداقية. في البداية طبعا القمة اليوم 33 عقد الحين البحرين تحديدا منامة في 16 مايو 2020، أتت قمة طارئة، قمة استثنائية، قمة ذات أبعاد خليجية عربية لحمة عربية صح التعبير، وتنطلق من القضية الأولى والأساسية والمحورية القضية الفلسطينية، وتركز على أبعادها. خلال الأشهر الماضية رأينا بأن الدول يعني كمان إسرائيل تتوسع في المنطقة، كمانها يعني وصلنا إلى مرحلة 40,000 شهيد، ناهيك عن أكثر من 1.5 مليون شبرد، ناهيك عن عدم وصول المساعدات. وبالتالي اليوم دولة فلسطين للأسف تواجه ضعف، تواجه تحاذن تعاطف أمريكي تجاه إسرائيل، وبالتالي يجب علينا اليوم عرب كخليجي الوقوف مع دولة فلسطين. ما لنا حل إلا هو المبادرة الخليجية العربية المصالحة اللي هو الدولتين قابل السلام، وتكون فلسطين يزدهر عضوة في الأمم المتحدة، ومن ثم نتفاوض مع السلام، لأن دول خليجية يعني بلا استقرار كأنها يعني بلا تنمية اقتصادية. وبالتالي اليوم حتى تبعات القضية اليمنية وإرهابات هذا الخليج، وتعرف توجيه حتى البناء البحرية حتى تصدير النفط والنفط في الخارج، نتارى نجد ضرب الصواريخ وتهديد الاقتصاد. فاليوم يجب القضاء على هذه الأشياء، ويجب القضاء على الإرهاب، أنه معنتو منطقة مبارسة أن يتقبلوا هل ينقل السلام من وطمنا لدولة فلسطين. وكذلك أي مدى ملف الأمن القومي العربي هو مهم، اللي هو أحد البنود الأساسية المطروحة على طاولة القادة والزعماء العرب، لأي مدى هذا الملف هو مهم للاستقرار من طبعا هو بلا استقرار بلا تنمية صح التعبير. الدول العربية يجب عليها أن تستقر، أزمة السودانية كذلك يجب أن تستمر، اليمن يجب أن يستقر، لأن إذا كان استقرار فتكون اقتصاد فتكون شراكة تنمية مستدامة في التبادل النفطي، شراكة وطنية، شراكة عربية، نحية عربية، تنويع مصادر الدخن، غير النفط كسياحة، استفادة من الغاز والبيئة والطبيعة. فبالتالي في الأمور هذه أن عطلنا السلام في المنطقة راح يعطل الاقتصاد ويكون بالضرر على الخليج وعلى الدول الحرارية. اليوم قادتك اليمني عقد ثم طارئة السفيرية يما نفذ الإنسان في البلاد والنبال ويخدم مع ذي بالتأكيد في الظروف من خطة بها الاستثنائية وبالتالي لو حتى إسرائيل بدي ما تريد أن توقعت يعني قبل أن يسقط لم تلتزم بها، بل توسعت وضعت طرف. فبالتالي اليوم وقت غير مستقر، وقت غير صحي، هذا في عدم وصول المساعدات غذائية في أكل مواد غذائية مواد طبية، بالتالي راح تأثر في المنطقة. اليوم دولتين مقابل السلام، وتكون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وتكون هي في الأمم المتحدة، وبالتالي راح تنقل المنطقة ذي الأمن والأمان والاستقرار الأدبي، تنمية اقتصادية وتنمية مستدامة لما لصالح الشعوب الفنجية والعربية لصالح البلاد والحفاظ. جزيل الشكر الدكتور عيسى العمري، المحلل السياسي الكويتي والكاتب بشأن الخليج، شكرا جزيلا. أكيد متواصلين مع حضرتكم لمتابعة فعاليات القمة العربية 33 هنا في المنامة، وزملائي مرة أخرى في الاستوديو.